وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع معنا من مالمو الأستاذ لبيد الصميداي، عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نبدأ مما قاله موقع المونيتور الذي أكد أو نقل ما قاله المتظاهرون العراقيون من كون السياسيين هم الفيروس الحقيقي وليس كورونا. إلى أي مدى أسهمت الطبقة السياسية في تدمير العراق وفي فقدان الثقة لدى الجماهير والشعب العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التوصيف صحيح جدا، توصيف المتظاهرين للأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية حاليا. كورونا هو فيروس يصيب جسم الفرد ويسبب له التهابات وحمى كما نعرف، أما الأحزاب السياسية هذه المتكالبة على خيرات العراق وموارده فهي فيروسات مسرطنة. هذه الفيروسات أصابت جسم العراق كله وسرطنت نسيجه الاجتماعي فجعلت مكوناته تنعش بعضها البعض. كورونا قد يقتل نسبة ضئيلة أو قليلة من المصابين به ويشفى كثيرون، النسبة الأكثر هي التي تتماثل إلى الشفاء. أما الأحزاب فعندها ميليشيات مدججة بكافة صنوف الأسلحة، وهذه الميليشيات تقتل الناس بصورة جماعية وتقتل الناس على الهوية وتختطف الناس وتستنزف الكورونا، يستنزف بعض طاقة الجسم. أما الأحزاب فاستنزفت العراق كله، استنزفته اقتصاديا، نعم، واستنزفته سياسيا، هيمنت سياسيا على البلد بطاغية. تحول النظام بفضل الأحزاب هذه تحول إلى طغاة في الحقيقة، وشوهوا البنية الاجتماعية للمجتمع. فهم فعلا الأحزاب هذه الأحزاب هي أسوأ وأكثر فتكا من طيب. من كورونا. أستاذ نعم. لبيد، يعني أمام كل المعطيات التي بين أيدينا الآن، منذ شهور طويلة المتظاهرون الثوار في ساحات التظاهر يطالبون في مطالبات أصبحت معروفة، وهي معروفة منذ أكثر من 15 عاما. اليوم ونحن أمام كتل سياسية تصر على تقاسم مناصب الدولة مرة بعد أخرى، على الرغم من أن الشعب العراقي أفشل تشكيل حكومة محمد علاوي، إلا أنهم يصرون على نفس الطريقة في تشكيل هذه الحكومة، المحاصصة وتقاسم المناصب على تلك الكتل الموجودة. ألا يعني يدركون أن هذا لم يعد بالنسبة للشعب العراقي أمرا ممكنا ومقبولا؟ نعم، هم يدركون ذلك، لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا غير ذا الذي يفعلونه الآن، لأنه هم يمثلون العملية السياسية، هم رواد العملية السياسية حاليا، وهم يعرفون بأن أي تغيير بالعملية السياسية، أي إنهاء للعملية السياسية هو يؤدي إلى إنهاء لوجودهم، يؤدي إلى انتحار ذاتي. هذه الأحزاب وهذه القوى المتحكمة بالعملية السياسية منذ ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أصبحت محركة من قبل السيد الإيراني، يعني هم عبارة عن أذرع تسيرها إيران، ويسيرون بالاتجاه المعاكس لإرادة الشعب، وإرادة الشعب تريد تغييرا. إرادة الشعب أصبح على درجة راقية من الوعي، وهذا الوعي يقود الشعب إلى رفض هذه القوى برمتها. هذا النظام بالكامل لا يمثل الشعب، وأصبح مسألة تغيير هذا النظام وإنهائه وإسقاطه أصبح هو المنقذ الوحيد نعم. للشعب. فإذا هذه الأحزاب لا يروق لها مطالب الشعب، هذه بالحقيقة لا تلقى أي صدى للأحزاب. الأحزاب تلعب على الوقت وتحاول أن تخادع الجماهير من خلال أنه يرشحون رئيسا للوزراء مستقلا، ويحاولون ترقيع كابينته الوزارية بعدد من الوزراء النقراط إلى آخره، من أجل امتصاص نقمة الجماهير ومخادعة الجماهير وتهدئة الشارع، وهذا لن يحدث. شكرا سيد لبيد الصميداي، عضو التحالف الوطني المعارض من مالمو.